like this. Make it drop. Oh,
وعملتها بشريط لحام، وبعد كده انا حطيت عليها المادتين اللي هما بيزودوه، بقت جامده جدا دلوقتي. هو ما شاء الله يعني عملي قوي قوي قوي، بيتحرك في جميع الاتجاهات بدون ما يفك، ودي برضو عمليه جدا، وبقت احسن كمان بعد ما ضفت الدراع التاني في جميع الاتجاهات اهي زي ما حضراتكم شايفين. تقدر تحط التاب او الموبايل او اي حاجه انت عايزها وتسجل فيديو او الكلام الناطق في We'll be right back.